السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، نتمنى التوفيق للجميع. موسم موفق للجميع. هذه هي الغرفة ديال الإنتاج ديال هذا الموسم ديال 2024. هادو هما الطويرات باش غادي نخدمو هاد العام إن شاء الله الرحمن الرحيم. هنايا في هاد الغرفة كاينين 7 الأزواج ديال حسون الطفرة. هادو في الدار الداخل، لأن الطيور اللي على برا خارج البيت باقي ما واجدينش، باقي الحال بارد، مي الدار الداخل سخونة. هادو راه بداو تيوجدو إن شاء الله الرحمن الرحيم. دونك فوالا عندنا 7 الأزواج هنايا، 7 الأزواج. عندنا الزوج الأول هو هذا، عندنا الزوج الأول هو هذا، هكا أبيض مع أنثى غورج بلونش. هذا زوج باناشي، هذا زوج ديال الباناشي، هذا زوج ديال الباناشي، زوج في المستوى. الله يبارك، الله يبارك، ماشي في حاجة يقول الله يبارك. هذا الزوج الأول، هذا الزوج الثاني، فمالا إيزابيل غورج بلانش، مال أويمو غورج بلانش، مال أويمو غورج بلانش مع فمالا إيزابيل غورج بلانش. هذا الزوج الثاني بجوج غورج بلانش، إيزابيل مع أويمو غورج بلانش، إيزابيل غورج بلانش، أويمو غورج بلانش. هذا الزوج الثالث، ها هو الفيمال بغان باستيل افيك ان مال جون، وانت بغان باستيل مع دكار اصفر. هذا الزوج الثالث، وانت بغان باستيل ودكار اصفر. هذا الاخوان الزوج الرابع، ها هما اونتا غورج بلونش وذكر كلاسيك حامل طفره الباناشي. ديري كاين تما جوج الاناث وذكر، لان الاونتا الاخرى حيت الذكر ديالها تيتشاجروا. كاينه اونتا غورج بلونش مع اونتا كلاسيك حامله للباناشي، وذكر كلاسيك حامل الباناشي، حامل طفرة الباناشي. هذا الزوج الرابع، هذا الزوج الخامس الإخوان، ها هو ذكر أغاتيت بلونش مع أنثى كلاسيك إيسي دو باناشي. دكار أغات تيت بلونش مع أونتا كلاسيك إيسي دو باناشي. هذا الزوج الخامس. هذا الإخوان الزوج السادس، دكار أويمو إيسي دو باناشي مع أونتا إيزابيل غورج بلونش. دكار أويمو مع أنثى إيزابيل غورج بلانش. هذا الزوج السادس. هذا الزوج السابع هو هذا، هذا هو الزوج السابع. هذا هو الذكر اللي حيت ليه الأنثى ديالو لحقاش يتشاجر معاها، هذا هو الزوج الثالث. هذا هو ذكر كلاسيك حامل طفرة الباناشي. هذا هو الزوج الثالث.
لكم هادو هما الطيور باش غادي نخدمو ان شاء الله هاد العام الاخوان. نتمنى التوفيق للجميع. هادو هما الطيور باش غادي نخدمو هاد العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى التوفيق للجميع. هادو الاخوان بعض الطيور باش غنديرو العجين هاد العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادو بعض الطيور ديال العجين. بالنسبة للاخوان البلونشيمون هي ميتسناش تا لاخر دقيقة باش يبدا ينقي الفراخ، يبدا يطهر الفراخ والامعاء ديالهم، باش تبقى 15 يوم ولا 3 سيمانات الانتاج باش الانسان يبدا يطهر في الطيور ديالو. لا خاص التطهير لونشيمو خصو يكون على طول العام. هذيك العلبه ولا داك الطارو فاش ديري الحبوب ديما روح فيه واحد ريوصه ديال الثومه ونص راس تاع البصله، وين فوا ينشفو حيدهم وبدلهم بوحدين اخرين، راه تيطهر الطيور تيبقى بصحة جيدة على طول العام. وخلي التفاح مرة في الأسبوع، وشدو واحد السيترو ديال الزيت ديرو فيه شي ديال الزعتر والريوصة ديال التومة وشوية ديال البصلة وشريحة بلدية، ورقدوهم واحد دوموا ولا هكاك، وهز ديك الزيت فاش التخمير تترقد هز منهم هز الزيت وخلطها مع الحبوب وعطيها للطيور، راه تتنقي الطيور مزيان، الطيور تيبقاو بصحة جيدة. يلا الإخوان التوفيق للجميع إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد التحية خاصة لأخ عزيز صاحب قناة الطيور الحسون المغربي، الرجل طيب يا الله. تحياتي للإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.